هي ومين هي ومين لو وقت اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومي. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من الساعة 1 للساعة 2:30 على الهواء مباشرة. برحب بحضراتكم وبزمايلي خلف الكاميرات، وزي ما حضراتكم متعودين يوم السبت بيكون خاص بالشيف سامح صبحي، بيعمل لحضراتكم أشهى وأطيب الأكلات بناء على رغبات حضراتكم وبناء على الأجواء اللي احنا بنعيشها. منور يا شيف. أهلا بيك. عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله كل سنة وانت طيب؟ وانت طيبة. وبقينا بقى في الصيام، وانت كل مرة بتعمل حاجات جديدة، أنواع جديدة، توري الناس بقى إيه حاجات مختلفة وإبداع مختلف يتفننوا فيه في الصيام. هتعمل إيه النهاردة؟ ربنا يخليك. مساء الخير عليكم الأول، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين وعلى كل زمايلنا وحبايبنا اللي بيتعبوا علشاننا. النهاردة برضو عشان إحنا يعني بنخفف كده الميزانية وبنخفف الحمولة شوية كده، معانا شوربة خضار بالمشروم بشكل حلو كده، معانا مسقعة بلدي كده خالص مبسطها أنا خالص، بس هتبقى بشكل لا يعني تبقى بشكل تاني كده في المقلاية، بنعملها مسقعة مقلاية كده على طول. ومعانا أرنبيط مشوي ده جديد بشكل جديد خالص، عشان احنا متعودين ناخد الأرنبيط مقلي أو مسلوق أو بالطماطم أو الكلام ده كله، احنا نعمله مشوي خالص فلات كده مفوش حاجة يعني. ومعانا شوية شعرية كده في الآخر لقيناهم، هنعمل بيهم أي حاجة كده نحل بيها، هتبقى ظريفة جدا، هتبقى حاجة محترمة. نبدأ معانا بالبتنجان بتاع المسقعة، عبال ما نعمل الأرنبيط نكون احنا بس حطينا عليه الملح بتاعه يكون نزل ميته. النهارده بقى هنطلع من الدايت شويه، هعمل حاجه واحده مقليه وبعد كده مش هعمل مقلي تاني، يعني حاجه واحده مقليه بعد اذنك يعني. وبعد انا عايزاك بس تقول لي في الاول الاختيار اصلا البتنجان بيبقى على اساس احنا قلنا إيه؟ احنا قلنا البتنجان معانا زي ما انا قلت قبل كده، البتنجان برضو من ضمن الحاجات اللي فيها مذكر ومؤنث وفيها يعني كده يعني. فاحنا قلنا البتنجانه الناعمه كده الملسة اللي هي بتبقى الفتحه بتاعتها من تحت كده ميخه معايا عريضه كده، دي بتبقى احنا بنقول عليها نتايه، بتبقى ما فيهاش بذر كتير، هنشوف دلوقتي. اللي بتبقى فتحتها دي مدوره بتبقى ذكر، بتبقى ناشفه شويه يعني ما يفضلش يعني. بتشرب زيت لكن يعني؟ لا مش مساله بتشرب زيت، مساله ان هي بيبقى فيها بذر او ما فيهاش او قويه او يعني طريه. فانا مش بقشره، احنا هنقطعه كده ترانشات كده مكعبات. تمام. وزي ما احنا قلنا اهو ما فيهوش بذر خالص، اللي هي اللي بتبقى انتايه دي ما بيبقاش فيها بذر خالص. حلو قوي. فاحنا هناخدها كده مكعبات وبعدين نحط عليها الملح بتاعها ونشوف هنعمل فيها ايه. ماشي. ومقادير المسقعه قدام حضراتكم على الشاشه، والشيف بيورينا نعملها ازاي بطريقه مختلفه بقى المره دي. دي مش مسقعه عاديه؟ لا لا، مش المسقعه اللي احنا بنعملها. هي سلطه كده بتتاخد طبق شهي كده بيتحط كده جنب الاكل وبيتحط جنب السمك جنب اي حاجه يعني، عشان ايه يعني يقول لك انا ايه نفسي رايحه بس اجيبها. ايوه يعني اجيب نفسي يعني بس. فبنعمل كده عفوا. طيب احنا يعني النهارده الشيف سامح بيعمل لكم بقى حاجات مختلفة زي ما حضراتكم بتبقوا متعودين دايما على الاكلات اللي هي التقليدية، هو بيحب بقى يخرج بره الصندوق فبيعمل حاجات مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليها، تبقى نفس الاسم بس ليها طرق مختلفة وطريقة تقديم مختلفة وحاجات كتيرة جدا، حتى المكونات اللي جواها بتبقى مختلفة تماما. بالظبط. جميل يا شيف. فهنعمل بس نحط عليها الملح بتاعها، عشان انتوا عارفين البتنجان والكوسه او اي حاجه بنقليها بيبقى فيها ميه، فاحنا بس ننزل ميتها بس شويه صغيرين دقيقه كده ولا دقيقتين وهنعملها على طول في ساعتها يعني، مش هتاخد وقت معانا. احنا زي ما احنا اتفقنا يا جماعه وقلنا ان احنا كلنا بنعمل اكل وكلنا بنعمل حاجات كويسه، بس احنا بنقول ازاي هنعمل الاكل ده في وقت قليل، بنعمل وجبه كامله في وقت قليل، بنعملها بشكل مختلف وبسيط، بندعمها بشويه حاجات بتخليها فيتاميناتها تزيد ويبقى شكلها مختلف يعني. خلاص احنا قطعنا البتنجان بتاعنا، هنحط عليه الملح، رشه ملح كده قبل ما يغسل صح يكون هو ناشف كده. ما فيش حاجه، ما مش هغسله ولا اي حاجه خالص، بس نرجعه تاني مكانه كده. ماشي حلو ده، لغايه لما نشوف احنا هنعمل ايه.
معانا بقى القرنبيط. الملح ده بيخليه ايه؟ الملح ده يخليه ينزل ميته. ينزل ميه ما يشربش. ينزل ميته ويخليه ما يسودش يعني. اوكي كويس. حلو. معانا بقى ميه مغليه. انا مش هسلقه يعني، انا بس هدبله القرنبيط، بحط فيها ملح، بحط فيها كمون، بحط فيها كزبره، بحط فيها فلفل اسمر، بحط فيها ورق لورا كده. خلينا نقول شوية معلومات عن القرنبيط. القرنبيط أو البروكلي أو كل الحاجات اللي هي شبه الزهور دي في بعض البلدان العربية بتتسمى الزهرة، زي ما شايفكم بيقول لي من شوية إن هي بتتسمى الزهرة في بعض البلاد العربية، وهي مليانة بمضادات الأكسدة للي عند يعني للمناعة، للمرضى الكانسر، لل يعني الأمراض كتيرة جدا. بيفضل إن هم يزودوا من أكل القرنبيط والبروكلي والحاجات كلها اللي هي الشكل ده. إحنا قطعنا بس أنا عايز دي كده شكلها كده يعني، وبعد كده هناخد منها قطعتين بس. حتى طريقة التقطيع مختلفة بس كده. وهناخد بقى الباقي بقى إيه، هنقطعه عادي خالص. احنا هناخد بس كده حبيتين عشان نحطهم في شوربة الخضار بتاعتنا، وهنقطع بقى الباقي. انا مش عايز اسلقه، انا عايز ادبله بس، عايزه يدبل يعني، يبقى بس ايه لين شوية، لكن هو في كل الاحوال هيتشوى. مقادير القرنبيط المشوي قدام حضراتكم على الشاشة والشيف بيشتغل. حلو قوي يا شيخ. كويس. الصغير ده بقى ايه اللي وقع ده، هناخده نحطه في شوربه الخضار. بيبقى ليها مواصفات معينه وانت بتشتريها ولا بتبقى اي؟ لا هو اليومين دول هو يومينه هو والكرومب وكده، وهنعمل برضو حلقه محاشي كويسه كده بشكل تاني خالص غير المحاشي اللي احنا متعودين عليها يعني. هنعملها بشكل تاني خالص كده. كنت بتتكلم عن محشي الفريك قبل كده. محشي فريك، وهنعمله محشي صينية يعني، مش هنعمله زي ما هو بنقعد نلف بقى ونقعد نعمل الكلام اللي بالك فيه ده، لا احنا مش هنعمل كده. طب ما تسرعها الحلقة دي. امتى الحلقة يعني؟ اصبري عليا بس شوية، اصبري عليا شوية كده. وخلاص احنا كده خدنا ال كده خلاص. الشيف قطع القرنبيط بس يحطه ويتسلق. يقعد قد ايه يا شيف في المي؟ مفيش يعني 5 دقايق، مش هنخليه كتير يعني. انا مش عايزه مسلوق، انا مش هسلقه، انا بس بدبله كده عشان ايه لما ادخله الفرن يطلع معايا بسرعه، وفي نفس الوقت بغير طعمه وبغير ريحته. انا هحط معاه زعتر اخضر. حطيت ايه، كمون وايه؟ حطيت ملح وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسمر وخلاص على كده. أوكي. في المي. خلاص كده يبقى احنا ايه جهزنا المسقعه وعملنا القرنبيط بتاعنا. ناخد بقى معانا شوربه الخضار نبتدي نشتغل فيها. ماشي. شوربه الخضار احنا لمينا بقى، جبنا الخضار اللي عندنا كله، واحده من كل حاجه يعني، جزرايه، كوسايه، بطاطسايه، حبه بسله صغيرين، حبه فاصوليا صغيرين، حبه القرنبيط اللي طلعوا معانا اهو، شويه مشروم بقى عشان نجيب طعم الشوربه، عشان احنا مش هنحط مرقه ومش هنستعمل الكلام ده. هنخليهم شويه خضره بقى معانا، هتبقى الدنيا جميله يعني. تمام. المكونات اهي كلها بتاعت شوربه الخضار. وانت بتقول لنا المكونات قدامك. هنشتغل بيها مع بعض. شوربه خضار بالمشروم. بالظبط كده. احنا هنعمل النهارده الحاجات بمنتهى البساطه وبدون فلسفه، بس هنعملها بطعم مختلف وجميل كده ظريف، سفره صيامي حلوه بسيطه، وهتبقى شهيه، وهتشوفوها لما هتتقدم هتبقى عامله ازاي. خلاص احنا معانا كده برضو، ما ننساش بقى هناخد معانا شويه زيت زيتون. اللي مش عايز زيت زيتون، زيت نباتي عادي، ده مش كتير، ده لشوربه الخضار. فص المستكة بتاعنا ما ننساهوش. اي حاجة صيامي افطاري حط مستكة وما تخافش. كويس. حلو قوي. والفلفل الكتير ده بتاع ايه اللي انا شايفاه؟ انا وفلفل بقى كله كلهم بتوع ايه؟
مش احنا بنقول فيه مسقعه وبنقول فيه ايوه صح. هنرجع بقى للاسئله الجامده اللي هي خلي بالك من القرنبيط وفكريني بيه. حطينا زيت زيتون، حطينا فص مستكه، هناخد معانا بصله مبشوره. هو انتوا يعني متعودين نعمل بصله متقطعه، نجرب بقى المره دي نعمل بصله مبشوره زي ما انا قلت قبل كده وانا بعمل الحلقه اللي فيها المرتة وفيها الحاجات دي. البصله المبشوره يا جماعه بيسكر الاكل، بيسكر الاكل وما بيفرقش في حاجه في الـ في الـ في الطعم اكتر من انه بيسكره كويس، وبيديني نكهه. انا بقول لحضراتكم انا مش هحط مرقه دجاج، مرقه خضروات او مرقه اي كان يعني. فاحنا هنشتغل باللي موجود معانا. هو الشيف بيستخدم الخضار على انه مرقه، هو بيدي هو الطعم لوحده. اه بالظبط كده. فاحنا هناخد معانا بقى ايه البصله المبشوره دي. بفكر حضراتكم بارقام التليفونات على الشاشه للي عايز يتواصل مع الشيف عند اي سؤال ممكن تساله الشيف سامح النهارده عليه. تمام يا شيف. اول حاجه المشروم؟ لا، احنا خدنا البصله المبشوره وهننزل بقى بالنواشف ورا بعض، الحاجات اللي هي ناشفه شويه هننزل بيها ورا بعض عشان نخليها تلين معانا وتطلع الشوربه ظريفه. هناخد بصله مكعبات هنتعامل معاها زي بقيه اللي احنا قلنا هنحط حبايه من كل حاجه. فهناخد حبايه بصل معانا بس لما البصله دي تدبل شويه. شوربة الخضار دي هيطلع طعمها فخم جدا وهيطلع شكلها مختلف خالص. طيب احنا هناخد استاذة سهير. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ اهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ كله تمام. كنت عايزة اسال الشيف سؤالين بس لو سمحت. اتفضلي شيف سامح مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي شيف كنت عايزة اعرف صفقة البطاطس، وعايزة اعرف من حضرتك الروز ميري بنحطه في اي اكل ولا بنحطه في حاجات مخصوصة يعني في أكل معين؟ بصي معلش عفوا أنا ما سمعتش أول السؤال، يعني أنا سمعت الجزئية بتاعت الروزميري. أول سؤال عاوزين كفتة البطاطس يومي. سلطة إيه؟ كفتة البطاطس. كفتة البطاطس. أه كفتة البطاطس. أه طيب تمام. يا ريت سؤالين النهاردة. طيب حاضر، طيب حاضر تمام. ماشي. طيب حاضر. وعاوز أعرف الروزميري بنحطه في كل الأكل ولا أكلات معينة؟ اللي نستخدم فيها الروزماري. الروزماري بيتحط مع الطيور كلها وبيتحط مع بعض حاجات في اللحوم مع الطيور كلها. حط الروزماري مع الطيور كلها، بيتحط في بعض الحاجات اللحمه، بيتحط مع الخضار. يعني لو احنا بنعمل خضار دلوقتي مثلا شوربه خضار انا ممكن احط فيها روزماري. هو الروزماري رياح، ليه ريحه يعني ليه نكهه كده وريحه بيخش في الاكل بيبقى ظريف. فلما تيجي تستعمليه في حاجة على حسب انت بتحبيه في ايه. يعني زي انا دلوقتي حاطط زعتر اخضر مع القرنبيط عشان يغير الريحة خالص. يعني دلوقتي انا شامم ريحة زعتر، القرنبيط بيتسلق انا مش شامم ريحته، انا شامم ريحة زعتر كويس. فعلى حسب انت بتحط ايه، لكن اساسي هو بتحط في الطيور كلها كويس. بالنسبة لكفتة البطاطس حاضر هقول لحضرتك. طيب هناخد ام ملاك وبعد كده نجاوب على الاستاذه سهير. ام ملاك مساء الخير. طيب نزلنا بالبصل المكعبات. اتصال مره ثانيه، استاذه سهير كانت بتسال على كفته البطاطس. نزلنا بالبصل المكعبات حاضر هجاوبها حاضر. نكمل شوربه الخضار وهجاوبها حاضر. جديده كفته البطاطس دي، اول مره اسمعها. لا ليه، لا موجوده. لا اه طبعا جميلة جدا وشهية جدا، وعلى حسب ما بتتعمل، بتتعمل فطاري وبتتعمل صيام وبتتعمل بالبرغل وبتتعمل بالنشا، بتتعمل بحاجات كتير يعني عشان تمسك يعني كويس. هي بطاطس مهروسة، بطاطس بوريه يعني. بنعملها بنحط عليها التوابل بتاعتها وبنحط عليها لو احنا في الفطار بنحط زبدة، لو احنا مش في الفطار بنحط، طبعا هي اكيد عايزاها صيامي يعني، فبنحط عليها ممكن نمسكها بالبرغل، ممكن نمسكها بالنشا كويس. انا ما بفضلش دقيق يعني، ممكن نمسكها بالنشا. لو حضرتك حطيتي على البطاطس المهروسه نشا هتمسك وهتعمل معاكي زي العجينه كده بالظبط. ممكن تحطي عليها، تضيفي عليها اضافات، ممكن تعمليها محشيه، ممكن تضيفي عليها فلفل الوان، ممكن تضيفي عليها خضره، ممكن تضيفي عليها برغل، ممكن تعملي لها عصاج بالبصل وبالتوابل، بصل معصج مكرمل كده، وتحشيها زي الطعميه المحشيه كده. تمسكي البطاطس تفرديها على ايد حضرتك كده اهو،
او في فنجان كده او في حاجه يعني، وتحط الحشو بتاعها وتقفليها وتكوريها تاني وتحطيها. انا افضل ان انا بعملها بالنشا، يعني انا بفضل ان انا بعملها بالنشا، بتبقى اظرف والطف يعني. عايز تعمليها بانيه بقى اعمليها بانيه، عايز تعمليها بخلطه فيجيتار اعمليها بخلطه فيجيتار، عايز تعمليها ببقسماط اعمليها بتتعمل بكذا حاجه. ممكن تدهنيها زيت زيتون وترصيها في صينيه وتدخليها الفرن. حلو كده، حطينا الجزر معانا والبصل. ناخد البسله بتاعتنا عشان احنا قلنا هنحط الحاجات اللي هي النواشف الاول. ناخد معانا شويه فاصوليا. انت دايما بتحب الاكل يكون فيه كل العناصر عشان يديني النكهه المظبوطه اللي انا مبقاش محتاج. يعني انا كده لينت القرنبيط، مش محتاج منه اكتر من كده عشان انا قلت ان انا مش عايز اسلقه. كويس، نكشفه بقى كده عشان ناخده نوديه في حته ثانيه. انا عملنا بس نقفل بقى الشوربه عشان ايه الناس ما تتشتت مننا. خلينا مع شوربه الخضار. هناخد معانا بقى حبايه البطاطس بتاعتنا. ماشي، هناخد ام ملاك. مساء الخير. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انتم طيبين وحضرتك طيبه. اتفضلي شيف سامح مع حضرتك. عايزه اسال سامح على تخزين القلقاس اغسله ولا اخزنه كده؟ وعايزه اعرف تخزين الارنبيط وعامل التونه وشكرا. القلقاس والارنبيط والتونه. تخزين الارنبيط ولا اخزنه في الفريزر. تخزنيه في الفريزر؟ بس مش عايزاه يبقى طار، عايزاه يفضل جنب زي ما هو. بصي، زي ما انا عملت كده في القرنبيط ده. لو حضرتك شايفانه زي ما انا عملت كده ما تسلقوهوش. يعني هي يعني انا لا يعني سوتيه يعني كسرت بس الناشف بتاعه، لكن انا ما سلقتوش. كويس. وتطلعيه ويبرد وتحطيه في كيس. تسحبي منه الهواء وتحطيه في الفريزر يفضل معاكي زي ما انت عايزه. حلو، بس ده ما بيتحفظش كتير، يعني ده من الخضار اللي ما بيتحفظش كتير، يعني ما ينفعش يقعد 6 شهور والكلام ده، يعني ماشي. يعني هو 3 أسابيع شهر وخلاص على كده. كويس، لان دي حاجه برضو. ايه يا فندم؟ تخزين القلقاس. القلقاس 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 نفس القصه بالظبط. هتعمليه هتقطعيه مكعبات، هتقشري القلقاسه وتنشفيها خالص، تمسحيها بفوطه ما تغسلهوش، وتقطعيها مكعبات وتسقطيها تسقيط في ميه بتغلي، وتطلعيها على مصفى تسيبيها لما تنشف خالص، وبعدين تحطيها في كيس برضو وتسحبي منه الهواء وتحطيها في ايه؟ وممكن حضرتك تعمليه وتقطعيه وتحطيه في الكيس وهو ني، وتقفلي عليه الكيس وتسحبي منه الهواء وتحطيه في الفريزر، يقعد معاكي مده القلقاس. ماشي. التونه يا فندم. التونه ايه بقى حضرتك؟ عايزه اعمل تونه. تعمليها؟ حاضر حاضر. تابعينا، احنا هنعملها هنا على فكره. هنعملها هنا لان في كذا حد طلبها مننا ان احنا نعمل التونه بسمك. هنجيب سمك اللي بنعمل بيه التونه، سواء لقينا سمك التونه المظبوط او لقينا سمك الماكريل هنجيبه هنعمل بيه التونه. حاضر، هقول لحضرتك الطريقه عامله ازاي. حاضر من عينيا. احنا بنشكرك جدا ام ملاك، والشيف هيجاوب عليك. يبقى احنا قطعنا بصل اخضر، قطعنا عيدان كرفس، بصل اخضر وعيدان كرفس. وقبل ما تحط حطيت بزله بالزبط. او بسله وفاصوليا. بسله. لا مش بسله، هي اسمها بازلاء. طب اعمل ايه طيب؟ واحنا نقول كل بقى الاسماء والناس تختار. أيوة، كل اللي بيحب اسم يختار. إيه؟ شغاله معايا بس مظبوط. بسله يقول بسله. خلاص كده، هناخد معانا بقى حبايه البطاطس اللي احنا قطعناها. ومعانا حبايه كوسه او حبايتين كده. يبقى احنا حطينا فيها ايه شوربه الخضار بقى حضرتك؟ حطينا فيها. انت قطعتني بقى وخلتني. حطينا فيها بصل مبشور وبصل مكعبات، حطينا فيها فص المستكه بتاعنا. حطينا فيها بطاطس، جزر، كرفس، بصل اخضر، بسله، فاصوليا، كوسه. كل الخضار اهو اللي متاح اللي ممكن يتحط في اي حاجه. كويس؟ واللي عايز يضيف حاجه بيضيفها طبعا. نفس الوقت يا جماعه، انا افضل ان الخضار
دايما اي خضار بنشتغله دايما يقرش معانا، ما يبقاش مستوي لدرجه انه يتعجن، ما يبقاش مستوي قوي يعني. اه بالظبط كده. حطيت بطاطس طبعا صح؟ اه حطيت بطاطسايه واحده، حبايه بطاطس واحده، حطينا حبايه، هناخد معانا بس حبايه طماطم كده سليمه اربع تربع كده، تسكرها بس كده ماشي، وناخد معلقه مكعبات طماطم. يبقى احنا كده حطينا كل حاجه ممكن تتحط في مرقه الخضروات في الشرب. كويس، هنتبل بقى الشوربه بتاعتنا، هناخد معانا معلقة ملح عشان الناس اللي بتحب المقادير، معلقة ملح، ناخد معلقة فلفل أسمر، معلقة كزبرة ناشفة، وشكرا على كده. ملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة، وتقريبا كل الحاجات يعني الشيف حاططها في، ننزل عليها بمية مغلية. اوكي تغلي معانا بالظبط ربع ساعة ويبقى كده خلصت معانا الشوربة بتاعتنا. تمام، حلوة قوي. حلو كده، خلي بالك بقى من الشوربة دي هجيبها عندك. خلاص كده شوربة الخضار فضلت تستوي. اه عملنا القرنبيط، الشيف سلقه نص سلقة، وبنحضر في سلطة المسقعة. حلو يا شيف. حلو كده، خلينا بقى ناخد بقى معانا القرنبيط، ثواني بس أشيل الحاجات دي. تمام، احنا كده المفروض الشيف النهارده بيعمل لنا ثلاث انواع مختلفين تماما للصيام. ساعات الناس بتبقى مش عارفه تعمل ايه في الصيام، او محتارين في انواع جديده، او عندهم عزومه مثلا ومش عارفين ايه الاصناف اللي ممكن يعملوها للناس. لا، ممكن نعزم الناس عادي وتبقى في اصناف كتير نقدمها بطريقه حلوه. سوري، عايز اقول حاجه، يعني سفره الصيام اشهى وامتع من السفره الثانيه، عشان بس ايه نبقى مركزين يعني، وفيها تنوع وفيها حاجات ظريفه وكلها خضروات. هنعمل بقى دلوقتي الخلطه بتاعت القرنبيط المشوي، هنجيبه هنا. هناخد معانا ايه بقى؟ هناخد معانا دبس رمان. ده الايه بقى عشان تهت منك؟ عشان لا تهت ليه؟ ما احنا ما عملناش الا شوربه الخضار بس. لا، الدبس الرمان لايه؟ دبس الرمان ده للقرنبيط المشوي. ماشي. حلو كده؟ احنا هنعمله بشكل مختلف شويه النهارده. نحط فنجان دبس رمان كده. كويس، ليه بدايل ولا لازم دبس رمان؟ ليه بدايل، كل حاجه ليها بدايل. هناخد معانا كوبايه كاتشب. انا بفضل الكاتشب الحراق يعني. كويس، تمام. هناخد معانا فنجان صويا صوص، ونخلي بالنا بقى لما نحط صويا، زي ما انا قلت قبل كده في الاكل في الاول، لما بنحط صويا نخلي بالنا من حكايه الملح، لان الصويا اللي احنا بنحطه ده مالح، فلازم ندوق قبل ما نعمل اي حاجه. فنجان زيت زيتون، تمام. نحط معانا شويه عسل نحل، ده يكسر بقى الحده بتاعت الصويا. هو بيبقى محلون شويه كده. نحط معانا مقدار برضو فنجان مستردة. يبقى احنا حطينا دبس رمان، كاتشب، عسل نحل، صويا صوص، مستردة، وهنحط بقى شوية التوابل بتاعتنا الحلوة الجميلة دي. وهنشوف نعمل ايه. ماشي، تمام، حلو كده. كده الشيف بيجهز الخلطة بتاعت القرنبيط المشوي، شوية زعتر ناشف. تمام تمام يا شيف. شوية فلفل أسمر، ما نكترش بقى لأن إحنا حاطين كاتشب حراق. قرنبيط يعني كمون، وإحنا قلنا بنحط ليه الكمون مع القرنبيط؟ القرنبيط في بعض مع بعض الناس يعني بيعمل زي انتفاخ أو حاجة زي كده، الكمون بيظبط المعدة على طول وبيظبط عملية الهضم وعملية الانتفاخ دي. حلو قوي. وبعدين عشان كده حطيته في السلق كمان صح؟ آه. وبعدين نحط كزبرة ناشفة. كويس؟ وبعدين نحط له بس شوية كده جوزة الطيب ظريفة كده، تخلينا نعمله معاملة اللحمة. كويس، يبقى احنا حطينا معاه
كاتشب ومستردة ودبس رمان وعسل نحل وصويا صوص وزيت زيتون وملح وفلفل أسمر وكمون وكزبرة ناشفة، وحطينا عليه جوز الطيب، ونقلب بقى كل الكلام ده كده، ندخله كله في بعضه كده. مدونة انت جايباني ولا مش عارف ايه الموضوع؟ تمام، بقى لغاية ما الشيف يخلط المكونات اللي هنعمل بيها القرنبيط هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.